مدينة أسفي تتعزز بافتتاح مركز جديد لتسجيل السيارات أنجز على مساحة 400 متر مربع سيساهم في تحسين الخدمات وتسريع وتيرة معالجة ملفات. كما يشكل المركز فضاء مواتيا لاشتغال الموظفين واستقبال المواطنين. سهام بخلفي وعبد الغني الطهراوي وحياة الفخري. المركز أحدث بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الرفع من مردودية العمل، حيث من المنتظر أن يعالج المركز ما يناهز 9000 ملف للبطاقة الرمادية مع تسليم أزيد من 13000 رخصة سياقة. إطار 10000 فضاءات استقبال وتجويد خدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة بالخصوص لأهمية هذا المرفق العمومي اللي هو مركز تسجيل السيارات. لقد تم إنجاز هذه البناية على مساحة 400 متر مربع. عصرنة فضاءات الاستقبال وتحسين ظروف اشتغال الموظفين من بين أهداف إحداث هذا المركز الجديد لتسجيل السيارات بأسفي، وذلك في إطار تسجيل مردودية أفضل مستقبلا. في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، نقوم اليوم بتدشين هذا المركز اللي غادي يرفع من مستوى الخدمات للمواطنين، واللي غادي يخلي الموظفين يعملوا بأريحية. المركز بطاقته الاستيعابية الجديدة وبإمكانياته اللوجستية الحديثة أصبح مؤهلا لاستقبال حوالي 50000 مرتفق سنويا.